اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاستجب في أيامه المباركة لدعواتنا، ولا ترد مسألتنا، ولا تدعنا بحسرتنا، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا. اللهم ارحم عجزنا أمام ما ضاق به صدرنا وتاه فكرنا واحترنا فيه من أمرنا. أنت العالم سبحانك بسرنا وجهرنا وما تتمناه قلوبنا، وأنت وحدك القادر على تفريج كربنا وتيسير عسرنا وتحقيق أملنا، فحققه يا أكرم الأكرمين لنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.